تم توقيف تبادل الاشتراكات في قنوات يوتيوب. لماذا تم توقيفها؟ كيف أحصل على مشتركين؟ لماذا تقل عدد الساعات؟ لماذا لا أحصل على متابعين حقيقيين؟ لماذا تقل عدد المشتركين بشكل سريع؟ ما سبب إيقاف ميزة تبادل الاشتراكات؟ كيف أنشئ محتوى؟ وما هو المحتوى؟ هل حفلات البث المباشر حقيقية أم لا؟ ساعات المشاهدات التي أقوم بها لنفسي هل تحتسب أم لا؟ كل هذه الأسئلة إن شاء الله سنجيب عليها في هذا الفيديو بإذن الله عز وجل. شريطة أن تدعمونا أصدقائي وأن تتقاسموا هذا الفيديو مع أصدقائكم على أوسع نطاق. تقاسموه فأنتم لم تخسروا شيئا، كما تتقاسموا الفيديوهات الموجودة على الريزو السوسيو على السوشيال ميديا. تقاسموا هذا الفيديو، جزاكم الله بكل خير، حفزونا على إنجاز الأفضل وجلب المعلومة الحقيقية من مصدرها. إذن لا تنسوا فقط الاشتراك في القناة واضغطوا على زر الإعجاب حتى نشعر بفخر كبير ونحن نقدم لكم المعلومة الحقيقية بإذن الله. في هذا الفيديو سنقوم بإجابة متابعينا على أسئلة متنوعة كثيرة إن شاء الله. إذن اليوم إن شاء الله قامت اليوتيوب بتوقيف خاصية تبادل الاشتراكات بين الأصدقاء في الدردشات البث المباشر. في الحقيقة أنا لست متأكدا إن كانت هي أوقفتها رسميا أم هناك مشكل في النظام، ولكنني في أغلب الظن أظن أنها أوقفتها رسميا ولم تعيد تفعيلها، لأن الناس أغلبهم يقومون بعمل حفلات بث مباشر فقط من أجل كسب المشتركين. عندما تفتح البث المباشر لا تجد المحتوى، بل تجد جيتك يعني رد للأمانة، أعطيتك أمانة أنت لم ترد، يعني قمت بفعيل جرس، يعني أشياء هي أصلا من اختصاص يوتيوب. يوتيوب هي التي تقوم بهذه الأشياء، هي التي تحفز وهي التي ترفض يعني، ونحن نقوم يعني بالأشياء الغير مرغوب فيها. إذن إخواني في الله، اليوم إن شاء الله سأستعرض معكم أهم الأمور التي تودون معرفتها. سنبدأ أولا بالمشتركين. تذكرون يا إخوان عندما قمنا ببداية شرح دورة يوتيوب يعني التي بدأناها من الألف إن شاء الله وسنوصلها إلى الياء بإذن الله عز وجل، من الأ إلى الزاد، من الألف إلى الياء، يعني من الصفر ليست من الواحد يعني، بل من الصفر إن شاء الله سنوصلها إلى أن تتعلموا، إلى أن تحفظوا، إلى أن تحفظوا كامل القنوات بإذن الله، إلى أن تحفظوا كامل القوانين عفوا. أولا تذكرون قلنا لكم في بداية الدورة على أن سميت عفوا أدخل هنا عفوا قلنا لكم يعني في بداية الدورة بأن يوتيوب تكره شيئا اسمه تبادل الاشتراكات، لأن أغلب تبادل الاشتراكات تكون وهمية. مثلا عندما أفتح مثلا أنا قناة لأول مرة ويأتيني كثير من الزوار، مثلا يأتيني فرد واحد ويقول لي سأدعمك بخمس حسابات، فما أدراني أنا بتلك الحسابات، يعني إن لم تدعمني قناة فلا أريد الدعم، هذه من جهة. ثانيا لماذا أقول هذا الكلام؟ أقول هذا الكلام لأن الحسابات أغلبها تنشأ من أجل عمل اشتراك ثم نسيانها مباشرة، أي أن ذلك الحساب لا يتفاعل في الأنترنت، لا يتفاعل في الأنترنت ولا يتفاعل في جوجل بشكل خاص، وليست له أي قناة ولا أي صورة بروفايل ولا أي صورة المينياتور، وذاك الحساب ليست له أي فيديوهات، يعني حساب وهمي. ثم أن اليوتيوب تقوم بإلغائه عندما يشترك معك الشخص،
بذاك الحساب الوهمي تقوم اليوتيوب بإلغائه، يعني لا يحتسب لك ذلك الاشتراك من ذلك الشخص. ثانيا اليوتيوب تلغي الاشتراكات التي يعني تكون غير يعني مرغوب فيها. ماذا أقصد بالتعليقات عفوا الاشتراكات غير مرغوب فيها؟ الاشتراكات الغير مرغوب فيها هي التي تأتيك من قنوات لا يرون محتواك ولا يهمهم، فقط يريدون منك العدد. عندما تدخل عندهم يقومون مباشرة بتفعيل لك الجرس، وأثناء رفعك أول فيديو أو ثلاث فيديوهات تراهم هم السباقون للتعليق لك، بعد فترة وجيزة يختفين، يعني يختفون من عندك. فبالتالي عندما ترفع أنت فيديو من قناتك فهم لا يأتون عندك ولا يعلقون لك ولا يعملون لك أي مشاهدة، وحتى لو علقوا لك لا يعملون لك أي مشاهدة. فتستمر الأمور على ذلك الحال لأيام قليلة فقط، إذا بهم يختفون، يعني أنت مشترك عندهم وهم عندك، أو ما أدراك قد يلغون اشتراكهم من عندك حتى لا تزعجهم يعني إشعارات الفيديوهات التي تقوم أنت برفعها. فبالتالي عندما أنت تبدأ في رفع الفيديوهات يقوم اليويو يعني باستبعاد إشعاراتك من عندهم، لأنهم أصلا يرونها ولا ينقرون عليها، فيعتبرهم يوتيوب بأن تلك الإشعارات يعتبر يوتيوب بأن تلك الإشعارات لا تعنيهم في شيء. هذه هي الاشتراكات الغير مرغوب فيها. لماذا لا أحصل على مشاركين؟ إن شاء الله عندما أنتهي من هذا الفيديو سأترك لكم رابط الفيديو الذي قمت به البارحة، وهو يتضمن موقع يختصر لك رابط الفيديو الذي تقوم بتنزيله على قناتك، ومن ثم تستطيع نسخ ذلك الرابط المختصر ووضعه على حسابك في الفيسبوك. وعندما تضعه مباشرة على الريزو السوسيو الخاص بك يعني الفيسبوك، عندما يأتي زائر جديد يضغط على عنوان الفيديو يأخذه مباشرة إلى اليوتيوب، وبالتالي يستطيع ذاك الشخص أن يضغط لك على إعجاب، عدم الإعجاب، على اشتراك، إلغاء الاشتراك، تفعيل الجرس، إلغاء الجرس، كذلك مشاهدة حتى الإشهارات. على عكس إذا قمت بنسخ رابط معين مثلا من الفيديوهات الخاصة بك هنا من يوتيوب، عندما تضغط عليها تشاهد الفيديو ولكن لا تستطيع لا إعجاب ولا اشتراك ولا مشاهدة أي إشهارات. إذن قم باستعمال ذاك الموقع وإن شاء الله سيساعدك. هذه الخطوة الأولى، وهي عوامل كثيرة من أجل الحصول على المشاركين، وأول شيء رئيسي هو المحتوى يا إخوان. إذن سنأتي لسؤال، ما هو المحتوى وما هو يعني ما هي الفيديوهات التي هي تحتوي على محتوى، وما هي الفيديوهات التي تحتوي على عدم محتوى، أو الحفلات التي تعتمد على عدم محتوى. الحفلات التي تأتي أو تنشر على اليوتيوب والتي تتضمن محتوى هي الفيديوهات التي تكون فيها ثقافة، تكون فيها يعني فن، يكون فيها يعني تكون فيها رياضة، تكون فيها يعني شروحات تقنية، إرشادات، نمط الحياة، يعني شيء أن يستفيد منه المتابع. مثلا إذا دخلتم على هذا الفيديو الخاص بي ستجدون فيه معلومات تغنيكم عن البحث كثيرا، وهذا إن دخلتم أصلا. وليس جميعكم بل أقلكم، يعني الكثير الحمد لله يدخل ويشاهد فيديوهاتي، فمشكور وعند الله مأجور من هذا المنبر. في الحفلات لماذا تقوم اليوتيوب بإغلاق معظم الحفلات؟ أحيانا في أغلب الأوقات يكون الناس يقومون الناس بعمل حفل مباشر على يوتيوب فقط من أجل تبادل الاشتراكات، فقط من أجل كتابة كلمات رد الأمانة، لقد جئتك
تعال عندي وأرد لك بمرتين بثلاث مرات، فعل الجرس، يعني أشياء هي أصلا كلمات تخص اليوتيوب، يعني كلمات يعني من 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 تجارة اليوتيوب، فما دخلنا نحن بها؟ يعني أشياء محظورة مليون بالمئة. وثم يأتي أحد ما، أحد من ضعاف النفوس، يحتقر ذلك المبتدئ ويبدأ بالتبليغ عنه على أساس أنه يقوم بخداع النظام وعمل أشياء غير مرغوب فيها وأشياء تخدع المتابعين. بمعنى أن تبادل الاشتراكات وكتابة تلك الكلمات في الحفلات يعتبرها يوتيوب خداع وغش للنظام، فبالتالي يبدأ اليوتيوب بتوقيف ذاك الحفل وتصنيفه على أنه محتوى غير مرغوب فيه ومحتوى مخادعا وما إلى ذلك. هذه هي الأشياء. لماذا أكتب تعليقات، عفوا، لماذا يكتبون لي المتابعين تعليقات ولا أجدها عندما أضغط عليها؟ لأنها أغلب التعليقات تكون من حسابات يظلون يكتبون كلمة واحدة. مثلا أنا أكتب مثلا في قناة مثلا يعني في قناة مثلا الكوتش مامون زينب في المثال، وبالمناسبة هذه القناة تقدم محتوى رائعا من العاشرة إلى منتصف الليل، محتوى رائع، محتوى فيه يعني أسئلة ثقافية، أسئلة دينية ترفيهية، تستطيعون الدخول إليها، وهي قناة ليست بالكبيرة ولكن محتواها ما شاء الله، من دروس في العلم النفسي، يعني من طبخ، من يعني قناة رائعة والله، تستحق الدعم، وفيها المتابعين لذلك الحفل لا يقل عن 25 24 19، وهذا ليس بالعدد السهل بالنسبة إلي في قناة تمتلك يعني تقريبا 2000 مشترك، تقريبا وليس تمام بل تقريبا 2000 مشترك، ما شاء الله، يعني أسئلة تستفيدون منها علميا دينيا ثقافيا فنيا رياضيا تقنيا كذلك في كل شيء، يعني في جميع الأصناف. قلت عندما أكتب مثلا لزينب: يا أختي زينب، أنا قد جئتك، ردي لي الأمانة. جيد جدا، وأذهب وأكتبها في قناة أخرى وفي قناة أخرى. إذن عندما أرى محتوى معينا وقد أعجبني في قناة أخرى، عندما أكتب لها تساؤلا على ذلك وعندما أسألها عن ذاك المحتوى، صاحب المحتوى عندما يأتي من أجل الرد علي لا يجد التعليق الخاص بي. لماذا؟ لأن حسابي أو قناتي مشكوك في أمرها، قناتي تظل تنشر تعليقات غير مرغوب فيها في شتى القنوات، فبالتالي يصنفها يوتيوب على أنها قناة غير يعني مرغوب فيها أو مشكوك في أمرها، ويبدأ اليوتيوب بتصنيف تلك التعليقات الخاصة بي في التعليقات الغير مرغوب فيها، وهنا يجب على صاحب المحتوى الذهاب إلى التعليقات المرغوب فيها وقراءة ذلك التعليق والتأكد منه إن كان ذلك التعليق سيضر قناته أم لا. إذا وجده تعليقا صائبا وسيفيده سيقوم بقبوله وسيوافق عليه، وبالتالي تصبح أنت قد علقت لذلك الشخص وتتلقى الإجابة من صاحب المحتوى. إذن هنا احرصوا على تعليقاتكم في البث المباشر، احرصوا على تعليقاتكم في القنوات، قوموا بتحفيز بعضكم بالكلمة الطيبة، ادعموا بعضكم حتى يكون هناك محتوى هادف إن شاء الله. سأتذكر إن كان هناك سؤالا آخر. لماذا تقل ساعات المشاهدة؟ تقل ساعات المشاهدة لأنك يا صديقي تقوم بعمل مشاهدات لنفسك. كيف ذلك؟ لحظة، لحظة واحدة يا إخوان. قلت لأنك يا صديقي تقوم بعمل مشاهدات لنفسك، فبالتالي اليوتيوب لديه إمكانية معرفة مصدر المشاهدات،
والخاصية تسمى أدرس IP. كثير من الناس بدأوا مؤخرا باستعمال متصفح خفي لا أدري باسمه ولم أعطيكم إياه حتى لا تضروا أنفسكم. هذا المتصفح يقومون بعمل مشاهدات خاصة بهم من الحاسوب، وفعلا تأتيهم مشاهدات وتأتيهم ساعات فعلا، ولكن في القريب سيلغى ذاك المتصفح، وستصبح من أو سيصبح من الصعب عليك صديقي صديقتي الحصول على ساعات زائفة كما يسميها اليوتيوب بتلك الطريقة. فبالتالي يتوجب عليك العمل جاهدا من أجل الحصول على الساعات والحصول على المشاهدات. كثير من الأصدقاء يسأل كيف أرفع عدد المشتركين. أولا عليك صديقي صديقتي أن تسأل كيف أنشئ قناة ناجحة. كيف أنشئ قناة ناجحة؟ أولا تقوم بفتح بريد إلكتروني على اليوتيوب، سأجيبكم عشوائيا فقط لأنني عندي قائمة تشغيل كيفية إنشاء قناة ناجحة على يوتيوب، سأضعها لكم في الوصف أيضا، وأرجو إن شاء الله أن تستفيدوا منها. أولا عليك أن تنشئ يعني بريدا إلكترونيا في جوجل. من خلال ذلك البريد الإلكتروني ستنشئ قناة على اليوتيوب، ولكن قبل كل شيء عليك أن تؤمن ذاك الحساب. عليك أن تنشئ بريد إلكترونيا وأن تثبت ملكيته برقم هاتفك، ثم أن تنشئ بريدا إلكترونيا إضافيا وهو بريدا إلكترونيا احتياطيا، من أجل إن شاء الله أن تقوم بوضعه احتياطيا في حالة إذا قدر الله وسرقت قناتك تستطيع استرجاعها. وكذلك عليك التفعيل التحقق بخطوتين. إذا أردتم طريقة حماية البريد الإلكتروني وإذا أردتم كيفية التحقق بخطوتين اتركوا لي تعليق. بعد ذلك أخي الكريم تذهب إلى اليوتيوب وتبدأ في إنشاء قناتك. طريقة إنشاء القناة أنا لا أتوفر حاليا على حساب لأشرح لك الطريق، لكنني سأقول لك بفمي. تذهب إلى اليوتيوب ثم تختار الحساب. بعدما قمت باختيار الحساب تضغط على فوتخشين يعني قناتك. بعد ذلك يأتيك أو تأتيك رسالة تقول لك الآن للحصول على قناة عليك أن توافق على الشروط وما إلى ذلك. الرسالة طويلة، وفي الأسفل تأتيك أو يأتيك اسم الذي قمت بإنشاء به بريد إلكتروني. تقوم بمسح ذلك الاسم وتكتب اسم القناة. هنا ملاحظة مهمة، عليك صديقي صديقتي أن تقوم باختيار الاسم المناسب لقناتك. عليك أن تركز على المحتوى حتى تفكر في الاسم. لا يعقل أن تفكر في اسم لقناتك وأنت أصلا لم تفكر في المحتوى. فكر في اسم لقناتك، وهذا الاسم يكون فريدا من نوعه تتميز به في اليوتيوب. قم بكتاب ذلك الاسم أو بكتابة ذلك الاسم، وبالتالي اضغط على إنشاء. ها أنت مبروك عليك، قد أنشأت قد قمت بإنشاء القناة. كل الدروس موجودة يا إخوان، ولكن في هذا الفيديو هو عبارة عن نصائح وإخبار عن توقيف خاصية تبادل الاشتراكات. أرجو أن يفيدكم هذا الفيديو، وأمل أن أجد فيه نسبة مشاهدة عالية إن شاء الله. إذن عندما تنشأ ذلك الحساب تقوم يعني بإثبات ملكيته. كيف ستقوم بإثبات ملكية حسابك؟ يا صديقي لم أتذكر الطريقة صراحة، ولكن سأتذكرها سأقوم بعمل فيديو عليها. ولكن أسهل طريقة لإثبات ملكية حسابك هو أن تقوم برفع فيديو يتعدى 16 دقيقة. ارفع فيديو عشوائيا كيفما كان لأن قناتك جديدة ولم يراها المتابعين. إذن عندما ترفع ذاك الفيديو قم بمشاركة وابحث عن يوتيوب، اضغط عليه، اكتب عنوانا كيفما كان، وصفا كيفما كان، اضغط على نشر.
عندما تضغط على نشر سيبدأ الفيديو في الرفع. ستأتيك رسالة يقول لك فيها اثبت ملكية حسابك. تقوم بإدخال رقم يعني هاتفك، تقوم بإدخال رقم هاتفك وتقوم باختيار البلد الذي تقطن فيه. اضغط على ارسال، يأتيك رمز يعني تفعيل في هاتفك. قم بإدخال الكود الخاص بالتفعيل، اضغط على تفعيل وسيفعل حسابك. في التالي عندما يرفع ذاك الفيديو قم بمسحه من القناة. إذن حتى هذه اللحظة أنت لم تتوفر لك قناة، لك قناة وليست لك قناة. كيف ذلك؟ لكي تكون عندك قناة عليك أولا أن تفتحها من جوجل كروم، والشروحات موجودة في قناتي، واختيار صورة البروفايل، يعني صورة تكون صورة مميزة ترمز إلى محتوى قناتك، وكذلك صورة المينياتور يعني صورة الكوفر الخاصة، صورة الغلاف وصورة الكوفر الخاصة في قناتك. إذن هنا أصبحت لديك قناة صديقي. إذن أنت قد فكرت في المحتوى وفكرت في الاسم القناة وقمت بإنشاء القناة، وضعت صورة، وضعت كل شيء، يعني القناة الآن جاهزة. إذن هنا عليك أن تذهب إلى اليوتيوب أو تطبيق اليوتيوب مرة أخرى، وتضغط على الحساب، وتضغط على قناتك، ثم تضغط على إعدادات قناتك. هنا ستجد قوائم تشغيل يقول لك هل تريد السماح بظهور قوائم التشغيل. ستجدها يعني غير مفعلة. تقوم بالسماح لقوائم التشغيل بالظهور، وعندما تسمح لقوائم التشغيل بالظهور جيد جدا، أنت الآن قناتك جاهزة. إذن الإعدادات التكميلية، الإعدادات التكميلية صديقي هي أن تنزل بأسفل ستجد وضع وصف للقناة. هنا يجب عليك تأتيني إشعارات تقوم باستيقاف، لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تضغط على الوصف، ويجب على الوصف أن يتكون من كلمات رئيسية. هذه الكلمات رئيسية يبحث عنها الناس في معظم القنوات التي تشبه قناتك. تقوم بترتيبها على شكل وصف وتضعها في قناتك، ويجب أن يكون وصفا دقيقا وفيه كتابة يعني الإملاء بشكل جيد، يجب أن لا يتوفر على أخطاء إملائية. وهذه النصائح التي أعطيها لكم أنا لم أقم بها بسبب أنني كفيف، وأجد أحيانا سببا أو عرقلة في كتابة تلك الأشياء بسبب إعاقتي لأنني مكفوف، والحمد لله. إذن كتبت الوصف، اضغط على حفظ. في أعلى الوصف تجد الاسم، يعني تعديل الاسم لا تلمس أي شيء. إذن عملك كله يا صديقي سيبدأ من جوجل كروم. إذن حتى هذه اللحظة تذهب إلى جوجل كروم، تكتب يوتيوب، بعدما تكتب يوتيوب تضغط على مزيد من الخيارات الموجودة في الأعلى، ثلاث نقاط أو بليد أوبسون، ثم تضغط على عرض سطح المكتب وتنزل إلى الأسفل حتى تجد صورة القناة. يجب أن تنتظر أولا حتى تحمل معك الصفحة. تضغط على صورة القناة، ثم تضغط على استوديو يوتيوب الإصدار الجديد، هو الذي أصبح متوفرا، وستجد كثير من الأشياء، الكثير من الرسائل توافق على كل الإشعارات التي تأتيك من يوتيوب. كل الإشعارات، أي شيء، أي رسالة أتتك من youtube.com تضغط عليها، ويجب أن تقرأ بعناية كل الإشعارات وكل الإرشادات. يجب عليك قراءة كل النصائح التي يقدمها لك يوتيوب هناك. ثم ستجد بالأسفل الإعدادات، تضغط على الإعدادات وتبدأ بترتيب قناتك. أولا تقوم باختيار البلد، ثانيا تقوم باختيار العملة، ثالثا تقوم باختيار الكلمات المفتاحية للقناة، رابعا تقوم بصنع وصف خاص بالريزو سوسيو الموجودين عندك، مثلا إذا كانت لك انستغرام، إذا كانت لك سناب شات، إذا كانت لك مثلا الواتساب، إذا كان لك قناة ثانية، إذا كانت لك حساب على الفيسبوك جروب.
توظف تلك الروابط مع بعضها، وكل رابط تكتب بينهم رابط حسابي على الفيسبوك، رابط حسابي على كذا، وفي الأخير تكتب لا تنسوا الاشتراك في قناتي كذا كذا، وتضع الرابط، وفي الأول تكتب نبدأ عن قناتك، أو لا تكتب شيئا، فقط ضع ذلك الوصف في الإعدادات التلقائية لعملية التحميل في مكان الوصف، وقم بالضغط على حفظ. في العنوان لا تكتب شيء، في الكلمات الرئيسية اكتب شيء او ضع ذلك عادي، يعني ضع ذلك، لا تكتب شيء في الكلمات المفتاحية بالنسبة الى الاعدادات التلقائية لعملية التحميل، لانك ستكتب الكلمات المفتاحية لكل فيديو على حدة، لانك ستحتاج كتابتها لكل فيديو على حدة. اذا هناك ستضغط على القناة الموجودة في الإعدادات نفسها، ستضغط عليها وستضغط عفوا على إعدادات متقدمة، وهنا أمر هام صديقي هو أن تقوم بتصنيف قناتك على أنها غير مخصصة للأطفال. صنفها على أنها غير مخصصة للأطفال، ويجب عليك هنا أن تتذكر معلومة مهمة، وهو عليك أن تفكر في محتواك، هل هو يجر الأطفال للبحث عليه؟ هل محتواك يتضمن محتوى خاص بالأطفال؟ إذا كان المحتوى الذي يخص الأطفال قم بتصنيف قناتك على أنها خاصة بالأطفال، وإذا قمت بتصنيفها على أنها خاصة بالأطفال فستلغى بالنسبة إليك عندما تستوفي الشرط الأول يعني الألف ميزة المنتدى والتعليقات والضغط على الإعجاب وزر المشاركة في المنتدى وما إلى ذلك. إذن فكر في محتوى جيد يعود عليك بالدخل، بتحقيق الدخل في قناتك، ويعود على المتابعين بالتحفيز وبالاستفادة من محتواك الطيب. إذن حتى هذه اللحظة إذا بقيت شيئا ونسيت شيئا اتركه لي في التعليق وسأجيبك عنه صديقي. هذه هي الأشياء. إذن صديقي قم بترتيب يعني مستوى يعني أو واجهة قناتك، قم بترتيبها، كيف سأرتبها، قم بعمل ترتيبها، ورتب الفيديوهات الشائعة يعني كظهور أول، رتب الفيديوهات المحملة كظهور ثاني، رتب يعني حفلات البث المباشر كظهور ثالث، رتب قوائم التشغيل كظهور رابع، ورتب قنواتك المفضلة كظهور خامس، يعني خمسة عناصر أو خمسة أقسام تقوم بوضعهم على شاشة واجهة قناتك الرئيسية، وكل ذلك من جوجل كروم، كل ذلك إن شاء الله متوفر، وإذا كان ينقص سيضاف على القناة بإذن الله. والله لقد تكلمت عن كل شيء، يعني أظن قد تكلمت عن كل شيء تقريبا. كلمات يعني هناك من يكتب، عفوا تذكرت شيء، هناك من يكتب يعني يأخذ عنوان الفيديو ويكتبه عبارة عن كلمات مفتاحية. اليوتيوب يا أخي تقول لك حاول أن تكتب عنوانا جذابا يتضمن كلمات رئيسية، الكلمات الرئيسية تكتبها يا أخي، يعني لا تكتب مثلا علامة المربع وتحاول عمل يعني العلامة علامة المربع، يعني عندما تفتح من اليوتيوب فعلامة المربع هي تنشأ لك رابط لتلك الكلمة. مثلا إذا دخلت أنا إلى اليوتيوب مثلا من الفيسبوك، في حالة إذا قام أحدهم بمشاركة رابط الفيديو الخاص بي على الفيسبوك، عندما أتصفح أنا مثلا سأجد مثلا علامة المربع تحقيق الربح، علامة المربع في قناتك، هذه يصنفها اليوتيوب وكأنها روابط وليس عنوان، روابط يا أخوان، تكون روابط. هنا الكثير سيعقب علي وسيقول لي أنت مخطئ، إذن أنت الحر يا أخي، اختر ما تشاء، فأنا أعطيك النصيحة وأنت اختر ما تشاء. مثلا إذا أردت يا إخوان أن أشير إلى قناة معينة، أضغط يا إما على علامة الآن يعني أرباط، أو علامة المربع، وأنا أفضل علامة المربع عندما أريد
أن يعني أن أخاطب قناة معينة في التعليقات أو عفوا في الوصف أو في العنوان، أضع مثلا علامة المربع معلومات، علامة المربع انفورماسيون، هنا أصنف تلك القناة، وتلك القناة يعني تصنف يعني عندما يأتي زوار إلى ذاك الفيديو الخاص بي ويجد مثلا علامة المربع معلومات، علامة المربع يعني انفورماسيون، يضغط مثلا على علامة المربع معلومات بدون قارئ الشاشة يا إخوة، للتذكير بدون قارئ الشاشة، وأنا أخاطب المبصرين وأخاطب المكفوفين أيضا. عندما يضغط عليها تأخذه مباشرة إلى قناة معلومات. إذا إخواني، قم بكتابة العنوان عادي، حاول في البحث عن عنوان، حاول في البحث في الانترنت عن عنوان يستهدف يعني الموضوع الذي تقوم به، مثلا كيفية الربح من الانترنت، الطريقة الصحيحة للربح من الانترنت وجمع مشاهدات في ظرف وجيز، هذا يسمى عنوان ويتضمن كلمات رئيسية. في الوصف كذلك حاول أن تتضمن 10 كلمات رئيسية، 10 كلمات رئيسية، لا تتخطاها، ولا تتخطى 10 كلمات رئيسية. وبعد ذلك ضع مسافة واكتب وصفا للفيديو الخاص بك، مثلا أنت كنت تتكلم عن فيديو خاص بالربح من الانترنت، إذا صف في ذلك الفيديو، صف في ذلك الوصف بأسفل تلك الكلمات الرئيسية، صف قم بمواصفة أو ضع وصفا لذلك ضع وصفا في ذلك المكان الخاص بالوصف بأسفل الكلمات الرئيسية عن ذاك الفيديو، واخبرهم بأن هذا الفيديو يا مشاهدين الكرام يتضمن طرق الربح من الانترنت، وتضمننا أو عفوا تطرقنا في هذا الفيديو لأسهل طريقة من الربح من الانترنت، وهي طريقة مضمونة بالمئة كذا كذا، وأنا أعطيكم مثال. أما بالنسبة إلى الكلمات المفتاحية، تستطيع كتابتها أخي الغالي في المكان الثالث، يعني هناك 3 أمكنة عندك خاصة بالكتابة بالنسبة إلى الفيديو الخاص بك على فيديو على عفوا على قناتك في يوتيوب. عندما ترفع فيديو تستطيع يا أخي الكريم كتابة العنوان وكتابة الكلمات الرئيسية مرفوقة بالوصف، وكذلك كتابة الكلمات المفتاحية. يقول البعض أن الكلمات المفتاحية ليس لها دور كبير بالنسبة للفيديوهات الخاصة بك، ولكنني أنا أقول على أن تلك الكلمات المفتاحية تساهم في تصنيف الفيديو الخاص بك مع الفيديوهات التي تشبه الفيديو الخاص بك. مثلا أنت تتكلم عن الربح تقوم بوضع كلمات رئيسية تستهدف موضوع الربح، إذن ذاك الفيديو يقوم اليوتيوب بتصنيف ذاك الفيديو مع الفيديوهات التي تكلمت عن ذاك الموضوع وحصلت على نسبة مشاهدة عالية. هناك عامل أساسي، إذن بعدما تكتب الكلمة المفتاحية تضغط على حفظ، ونسيت شيئا أن أقوله لكم، عندما تكتب الوصف وعندما تنتهي منه، إذا كان الموضوع يتضمن روابط، حاول أن تضع رابط، وحاول أن تختصر الرابط الموضوع، حاول أن تختصره بتطبيقات الاختصار أو من جوجل حتى لا تشك فيك اليوتيوب، ضع رابط مختصر لذاك الموضوع، إذن اضغط على حفظ. هناك معلومة مهمة يجب أن تعرفها صديقي، وهي عليك الدخول كذلك مرة أخرى إلى جوجل كروم واختيار الفئة، يعني الفئة الخاصة بالفيديو الخاص بك. هل الفيديو الخاص بك هو فيديو تعليمي؟ مثلا هذا الفيديو ستجد مكتوب عليه إديكاسون، يعني تعليمي، تعليم. هذا الفيديو الخاص بي أنا شخصيا هو فيديو تعليمي، أنت عليك أن تختار الفيديو الخاص بك، هل هو يعني سيونس اي تكنولوجي أو إديكاسيون أو يعني ميزيك أو أنيماسيون، لا ما عرفتش كيقولوا ليه،
أو فيلم أو يعني جو، يعني حاول اختيار الفئة الخاصة بك يا صديقي الغالي، حاول اختيار الفئة، وكذلك حاول أن تختار التضمين، قم بتفعيل خاصية التضمين، يعني ستجد كثير من الأدوات تحدثنا عنها في الفيديو الخاص بك. إذن لا زال السؤال يطرح، لماذا لا ترتفع عندي عدد المشتركين؟ إذا قمت بعمل كل هذه الأشياء يا صديقي سترتفع عندك نسبة المشاهدين. الآن دعونا نتكلم قليلا عن الفيديو قبل نشره في القناة. الفيديو علينا أن نصوره بدقة عالية، وكذلك علينا أن نحرص على جودة الصوت. مثلا أنتم تسمعونني جيدا، لا يجب أن يكون الصوت رديئا، يجب أن يكون الصوت جيدا، وأن نصور بالتصوير عالي، وليس بالضرورة أن تكون لك كاميرا أو ما إلى ذلك. فالهاتفك الأندرويد أو الآيفون، وبالأخص الآيفون فيه كاميرا رائعة صراحة في التصوير، يمكنك تصوير بها أو استعمال، إذا كنت تشرح يعني تطبيقات يمكنك استعمال برامج تسجيل الشاشة. وفي الأندرويد 10 أغلب الهواتف حصلت على مسجل الشاشة يمكنك استخدامها. كذلك صور الفيديو الخاص بك، وحاول إذا كان لك حاسوب حاول أن تقوم بتسمية ذاك الفيديو، وحاول أيضا أن لا ترفع الفيديو الخاص بك من تطبيق اليوتيوب، حاول أن ترفع الفيديو الخاص بك من جوجل كروم. يعني إذا قمت برفع الفيديو الخاص بك من جوجل كروم سيرفع وهو فيديو مسمى. يعني إذا كنتم تلاحظون بالنسبة إلى الناس الذين يعلمون كنا نجد ملف غير منسق، هذه بسبب أننا نقوم بأخذ فيديو ورفعه بدون تسميته، وحتى لو قمنا بتسميته اليويو يقوم بإلغاء له الاسم. إذا ذهبنا إلى جوجل كروم ورفعناه، أو إذا كتبنا ذاك العنوان الذي يتضمن كلمات رئيسية في مكان العنوان، إذا قمنا بأخذه وكتابة وتسمية به الفيديو، عندما نذهب إلى جوجل كروم والبحث عن الفيديو ورفعه إلى القناة تلقائيا سيجلب لنا العنوان دون تدخل منا، هو سيجلب لنا العنوان ووضعه في الوصف ما شاء الله. إذن هنا عليك بالحرص على تصميم صورة جذابة لذاك الفيديو، يعني الصورة المصغرة. أنت مثلا تتكلم عن مثلا كيفية إنشاء الأرز، عندما تصور ذاك الأرز وتقوم ب يعني الانتهاء من إنشائه وتصويره وتنتهي ويظهر أمامك شكله النهائي، قم بتصوير شكله النهائي، أو قم بالحصول على صورة من جوجل كروم وارسم شكلا يعني نهائيا لذاك الأرز، يعني يشبه الشكل الذي يظهر أمامك في الطاولة أو يعني أو مكان الطبخ، وقم بكتابة فيه عنوانا جذابا، وضع الصورة المصغرة للفيديو الخاص بك، وإن شاء الله ستحصل على مشاركين ومشاهدات. هذه هي الطريقة، والله يا إخواني هذه هي الطريقة. وحتى لو لم تحصل على مشاهدات بشكل كبير، ولكن ستحصل على الأقل على 100 مشترك، عفوا على 100 مشاهدة. بالنسبة إلى قناة صغيرة فيها عدد 100 مشترك أو 50 مشترك أو حتى 1000 مشترك، شيء طبيعي أن تحصل على هذا العدد من المشتركين، والله شيء عادي يا إخوان، ولا تحرجوا ولا تقلقوا بسبب المشاهدات، فأنتم ستنجحون في يوم من الأيام. كما قالت إحدى الأخوات في إحدى الفيديوهات، في فيديو واحد يستطيع أن يرفع قيمة قناتك إلى أعلى الدرجات. أنت قم برفع الفيديوهات ولا تقلق بسبب المشاهدات ولا بسبب قلة المشتركين. صديقي إذا قمت بتحقيق 1000 مشترك وأعطوك المنتدى وفعلوا لك ميزة البث المباشر، انتهى الأمر يا أخي، لا تبحث عن مشتركين، فالمشتركين سيأتون لوحدهم، حتى ولم تكن في قناتك ولو أي مشترك. أقسم بالله العلي العظيم أنا لم أكن أمتلك أي مشترك،
وحتى وصلت إلى 1000 مشارك كنت أطلب من الناس أن يشاركوا في قناتي، ويمكنكم أنتم الطلب من الناس أن يشاركوا في قناتك في الفيديوهات التي تقومون برفعها عن القناة، وإن شاء الله سيشاركون في القناة دون تردد، وذلك بالمحتوى يا إخوان، هذا هو المحتوى. إذا كنت يا أختي تفهمين في الطبخ انشئي قناة وضعي فيها الطبخ، إذا كنت يا أختي تنشئين محتوى تفهمين في محتوى خاص بالخياطة انشئي قناة وضعي فيها محتوى خاص بالخياطة، إذا كنت يا أختي تفقهين في 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 الدراسات الإسلامية فقه الناس وضعي لهم دروسا إسلامية يستفيدون منها. في أي مجال يا إخوان يمكنكم الإبداع في مجال اليوتيوب، في أي مجال والله العظيم، تفهموا يا أخي في التقنية، في الطب، في أي مجال، شريطة أقسم لكم بالله العلي العظيم، شريطة أن تتوفر لكم معلومات صحيحة، وأن يكون محتواكم صادقا، وأن تكون مصادر معلوماتكم صادقة، حتى يدخل عندكم الناس ويستفيدون منكم ويجدون كل معلوماتكم صادقة، والآخر أو واحد سينصح الثاني، والثاني سينصح الثالث، والثالث سينصح الرابع، إلى أن تحصلي على جمهور محترف ومحترم إن شاء الله في قناتك. لا تكترثوا للاشتراكات وتبادل الزيارات، والله لم تفيدكم بأي شيء، كما قلت لكم في بداية الفيديو، الشخص عندما تشترك في قناته ويشترك في قناتك في فترة معينة يقوم بإلغاء الاشتراك بكل بساطة، لأن محتواك لا يروقه. وهنا ملاحظة مهمة، حتى ولو كنت تفهم في الخياطة وفي السياسة وفي الطب وفي الدين وفي، يمكنك تنويع المحتوى، شريطة أن ترفع فيديو وأن تختار له الفئة الخاصة به. مثلا قمت بوضع فيديو تعليمي، اختره على أنه فيديو تعليمي، فيديو في الترفيه اختره على أنه فيديو ترفيهي، فيديو في التقنية اختار سيونس اي تكنولوجي، فيديو في الألعاب اختار فيديو خاص بالألعاب. صنف يا أخي، صنف واحرص على كتابة المواضيع بشكل معقول. وإذا كنت يا أخي تفقه اللغات، إذا كنت تفقه اللغات والكتابة، قم بكتابة الموضوع الذي تكلمت عنه حرفيا. مثلا أنا هذا الكلام الذي ذكرته لكم لا أدري كم الوقت، ربما ساعة وأنا أتكلم، إذا كنت يا أخي تتذكر كل كلمة نطقت بها أكتبها بشتى اللغات، أكتب يعني أكتب مثلا أكتب يعني أي شيء، يعني والله يخونني التعبير، مثلا أنت تتكلم عن الطبخ، مثلا قمت بالقول إنني الآن سأدخل إلى مثلا يعني الطبخ، والآن سترون أحبتي في الله كيف سأقوم بتحضير الكفتة الطازجة مثلا، هذه الكلمات أكتبها، بحيث أنك عندما تضعها في الترجمة كلما قلته بفمك يترجم يا أخي تلقائيا، كما ترى في الأفلام، وذلك يعتمد على صيغة معينة يقبلها اليوتيوب. مثلا أكتب الموضوع كاملا وقم بترجمته بالشكل الصحيح، مثلا أكتب الموضوع باللغة العربية وضعه جانبا، وخذ نسخة منه وابدأ في ترجمته بعدة لغات، بالإنجليزية، بالفرنسية، بالإسبانية، وخذ تلك الملفات واذهب إلى اليوتيوب، اضغط على الفيديو واضغط على مزيدا من الخيارات، انزل إلى الأسفل وستجد ترجمة وشرح، اضغط عليها وقم باختيار يعني اختيار الوقت تلقائي، وترجمة وشرح ووقت تلقائي، والله لم أتذكر المصطلح، ادخل هناك واختر اللغة التي ستضع ترجمتها، مثلا ترجمت إلى الفرنسية اختر الفرنسية وقم بتحميل الملف الخاص بالوورد، ربما يعتمد صيغة الوورد، وقم بوضعها واضغط على حفظ، قم كذلك بتحميل الترجمة الخاصة بالإنجليزية واضغط على حفظ. يعني العمل والله شاق يا إخوان في اليوتيوب، شاق ومتعب، ولكنه ممتع،
ممتع من ناحية العلم، من ناحية الاستفادة ممتع. إذا كنت تفكر يا أخي فقط في الماديات، إذا كنت تنشئ قناة فقط من أجل أن تكسب المال، والله يا أخي لم تكسب شيئا، وحتى لا يكذب عليك أحدهم ويقول لك أن اليوتيوب فيه المال الكثير وفيه الاستفادة الكثيرة. يا أخي سأقول لك إن هذا صحيح، ولكن بعملك الجاد والشاق، وكما قلت وأنا قد ذكرت لك الأشياء القليلة، يعني كل هذا الذي تكلمت فيه وهو أشياء قليلة فقط. ولا تنسى يا أخي في إعدادات المنتدى أن تصنف التعليقات، صنف التعليقات على أنها ستخضع للمراجعة، لا تضع بالسماح بكل التعليقات حتى لا يكتب لك الناس التعليقات الغير مرغوب فيها. اضغط على السماح بمراجعة التعليقات، اضغط على حفظ، كذلك قم بكتابة بعض الكلمات المحظورة التي لا ترغب الناس بكتابتها لك، يعني أمن نفسك واعمل في قناتك. كانت هذه يا أخي يا أختي يا إخواني المسلمين والعرب في شتى يعني البلدان وفي جميع أنحاء العالم، إرشادات ونصائح من ذهب لك صديقي الغالي. أرجو بإذن الله أن تستفيد، وأرجو أن لا تنسونا من صالح دعائكم. إذا نسيت شيئا وإذا استعصى علي ذكر شيء اتركوه لي في التعليقات. والله إنني فخور بإجابتكم وفخور بمساعدتكم، وأفتخر وأشعر بالعز والكرم وأنا أخدمكم، كما أنني أفرح عندما أجد تعليقاتكم المحفزة ودعمكم الطيب. كان معكم أخوكم يونس بروين الكفيف المغربي من مدينة سلا بالمغرب. دمتم في رعاية الله، وعلى أمل أن ألقاكم في درس جديد بإذن الله. لا تنسوني من صالح دعائكم، وتقبلوا تحيات أحمد خلوق ومهدي مدواني وأختكم أمال. إلى اللقاء. متأسف يا إخواني، متأسف كثيرا، لأني نسيت أن أخبركم السبب الأصلي الذي قمت بعمل من أجله هذا الفيديو. إذن إخواني سأستعرضه معكم، وسأضع هذا الفيديو إن شاء الله يعني بالقناة فقط في متناول أيديكم حتى تقولوا لي رأيكم فيه. إذن الخبر الذي قمنا يعني بإنشاء من أجل هذا الفيديو هو أن اليوتيوب قامت بتوقيف خاصية تبادل الاشتراكات من اليوتيوب، أو بالأحرى من الدردشات الخاصة بحفلات في البث المباشر. بالنسبة إلي أنا هذا خبر مفرح وهو محزن بالنسبة إلى الأغلب القنوات. لماذا؟ بكل بساطة لأن أغلب القنوات كما قلنا في وسط الفيديو يقومون بالتبادل، ولكن عندما قامت اليوتيوب بتوقيف هذه الميزة الكل سيحب اليوتيوب، والكل سيبذل جهدا من أجل إنشاء محتوى، والكل سيبحث عن طريقة بجلب المشتركين والمشاهدات، يعني الكل سيشتغل إذا صح التعبير. إذن دعونا نتعرف عن الإشكالية التي تواجه أصحاب التبادل أو أصحاب الرد مع الأسف الشديد، والتي بالنسبة إلي أنا هي ميزة رائعة، وآمل إن شاء الله أن تظل، إلا أنني لست متأكدا إن كان فعلا مشكل في اليوتيوب بالنسبة إلى النظام أن اليوتيوب قامت بإلغائها على بركة الله. سأدخل إلى اليوتيوب مثلا، سأقوم بالبحث عن بث مباشر. بالمناسبة هذه قناة أختنا وصديقتنا صفاء، ضعت هناك عصير اقتصادي كذا كذا، إن شاء الله يمكنكم الدخول عندها، صفاء شوبينج. إذن ها هي كيمينا، يمكنكم كذلك الدخول عندها، فهي أخت تعيش يعني في كوريا، وهي أخت صادقة وما شاء الله عليها. إذن سندخل إلى قناتها، سنفتح البث الخاص بها، انظروا ها هي تقوم بصياغة السيارة، تبارك الله على أختي مينا. سنقوم بتوقيف الحفل. إذن هنا في الأسفل سنجد التعليقات، انظروا هذا هو التعليق. نبيل قال السلام مع أحلى بصمة، هذا التعليق. إذن
سلام مع أحلى بصمة. إذن أنا أريد أن أشارك عند هذا الأخ نبيل مثلا. نحن الآن في البث المباشر، سأضغط عليه هكذا. إذن تظهر لي أو يظهر لي خيار واحد فقط، إذن خيارين ربما. الأول هو أكسيون كعنوان، يعني يقول لك أنت، يقول لك الآن لك أكسيون من بينها سينيالي، يعني التبليغ عن هذا الشخص إذا كان يزعجك، أو إبلوكي يعني حذر هذا الشخص فقط. خيارين فقط، كل الخيارات راحت. إذا كنت أنت صاحب الحفل تظهر لك خيار إضافته كمشرف للمجموعة أو للحفل. لا تستطيع الذهاب عنده ولا عمل له بث مباشر. إذن بالنسبة إلى الناس التي تصر على التبادل، يمكنك يا أخي إذا كنت تريد تضييع وقتك في تبادل الاشتراكات رغم أن هذا لم يعقل، أن تقوم يعني هكذا. هو هشام، هشام مثلا هذا الأخ، تقوم يعني بنسخ اسمه والبحث عنه في خانة البحث عن قناته والدخول عنده هو الاشتراك عنده، وتطلب منه كذلك أنت بدورك بأن يشترك عندك أو يترك لك تعليق وتشترك عنده. ولكن كل هذه الأشياء هي من المحظورات ومن الممنوعات. دمتم سالمين، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، على أمل أن ألقاكم في فيديو جديد بإذن الله عز وجل. تقبلوا تحية أخوكم الكفيف يونس بروين من مدينة سلا بالمغرب، وتقبلوا تحيات أحمد خلوق أختكم أمال والمهدي مدواني، وأعتذر عن هذا المقطع لأنني نسيت أن أدخله في الشروحات الخاصة، أو عفوا بالشرح أو بالنصائح الخاصة في هذا الفيديو. إخواني هذا الفيديو طويل جدا، فأستسمح منكم. إلى اللقاء ومع السلامة.